بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل نبدأ إن شاء الله بالورشة الافتراضية 15 لقسم هندسة الاتصالات في كلية العراق الجامعة، أتمنى أن يكون الصوت واضح حتى نستمر في محاضرتنا اليوم. صوت واضح دكتور؟ عفوا. أيوة تمام، الصوت واضح بالنسبة لي. تمام، شكرا جزيلا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر الترحيب بالجميع، بالسلام عليكم الصوت ورحمة واضح الله بالنسبة لي. وبركاته. يسعدني باسم كلية العراق الجامعة قسم هندسة الاتصالات أن أرحب بحضراتكم في بداية ورشة العمل الافتراضية اليوم 15، والتي تعقد تحت عنوان The Future of High Performance Computing in the Era of Artificial Intelligence. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبد الهادي الحساني المحترم، الراعي الأول لهذه الورش منذ إطلاقها في قسمنا. ويأتي اهتمام السيد العميد بالورش العلمية في إطار اهتمامه بتنمية المعرفة والابتكار لدى المجتمع بشكل عام، وضرورة تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة وتنمية طاقات وقدرات المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة للتوجه نحو مهارات ومفاهيم المعرفة والابتكار. وتماشيا مع ما يشهده العالم أجمع من تقدم على الصعد كافة، بحيث بات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي من أهم العوامل المؤثرة في عصرنا الحالي، فقد شكل مفهوم الذكاء الاصطناعي نقطة تحول هامة في عصرنا الحالي، مسجلا انقلابا جذريا في مختلف الميادين التي باتت تستخدم التكنولوجيا. انطلاقا من هذا الواقع، فإن الجميع مدعو إلى وضع رؤية مستقبلية لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي وكيفية استثماره وتطبيقه بما يتلائم مع حاجاتنا وقدراتنا في مجالي التكنولوجيا والمعلوماتية. وحتى نستمر في التفاصيل الدقيقة حول هذا الموضوع المهم، يسرني أن أرحب اليوم في بداية ورشتنا 15 لقسم هندسة الاتصالات بالأستاذ الدكتور محمد زهران من جامعة نيويورك. إن محاضرنا اليوم حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الكمبيوتر في يوليو 1997 وفي يوليو 1999 من جامعة القاهرة، وحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسوب في مايو عام 2003 من جامعة ماريلاند كوليدج بارك MD، وهو حالياً عضو هيئة تدريس في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة نيويورك. يمتد اهتمامه البحثي إلى العديد من جوانب هندسة الكمبيوتر مثل Computer Architecture such as Architecture of Homogeneous System, Hardware, Software, Interaction and High Performance Computing، وهو محور محاضرتنا لهذا اليوم من خلال ورشة العمل الحالية. بالإضافة إلى ذلك، الدكتور زهران هو عضو بارز طبعاً كسينيور ممبر في الـ IEEE، بالإضافة إلى ACM، وله العديد من البحوث والكتب المؤلفة والمنشورة على الصعيد العالمي، وممكن الاطلاع على سيرته الذاتية من خلال الويب سايت المعروض أمامنا. فأترك المجال الآن إلى حضرة الدكتور
أخي وزميلي محمد زهران المحترم للبدء بمحاضرة اليوم، فليتفضل. مشكوراً. شكرا جزيلا على التقديم، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، ومرحبا بكم جميعا في محاضرتنا اليوم. هحاول أتكلم ميكس عربي وإنجليش في المصطلحات الإنجليزية وكده بالعربي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن High Performance Computing، الحاسبات فائقة السرعة في عصر الذكاء الاصطناعي. وأنا بحضر السلايد الأولانية اللي فيها التايتل العنوان، هنا حطيت صورتين. الصورة اللي على الشمال This is the first electronic computer في نهاية الأربعينات، وهذا الكمبيوتر لم تكن به ميموري، ده ما كانش فيه ميموري، ما كانش فيه أصلا الكونسبت بتاع السوفت وير أو البرمجة. يعني لو احنا كنا عايزين الكمبيوتر ده يعمل يحل مشكلة أخرى أو يعمل حسابات مختلفة، لازم السلوك أو الأسلاك اللي احنا شايفينها في الصورة نعيد توصيلها بطريقة أخرى علشان يعمل هذه الحسابات. ده احنا الكلام ده كان سنة 1949، يعني مش من زمان قوي لو احنا فكرنا بيها. في الثمانينات من القرن العشرين، من الثمانينات مرورا بالتسعينات وبدايات القرن الواحد والعشرين، كل اللي حصل تحسين فقط على البريك ثرو اللي حصل. ليه ما ابتدينا نسمع جامد عن كلمة Artificial Intelligence بداية من 2012؟ لسبب بسيط، وهو أن أجهزة الكمبيوتر أصبحت فائقة السرعة لدرجة تسمح بتشغيل هذه الأنواع من البرمجيات. إذن بدون الحاسبات فائقة السرعة، بدون الهاي بيرفورمانس كومبيوتينج، الـ AI أو الـ Artificial Intelligence كان حيظل مجرد أبحاث على الورق. ودي نقطة كويسة نبتدي منها المحاضرة بتاعتنا، ونبتدي بمقدمة تاريخية قصيرة، لأنه حتى نرى احنا وصلنا لغاية فين دلوقتي، and then what is the future، محتاجين نرجع لورا شوية. ونبتدي بتشارلز باباج، ده كان عالم رياضيات وفيلسوف ومخترع وعالم ميكانيكا. يعني زمان العلم ما كانش بهذا التعقيد، فممكن لاي شخص واحد عنده هذه المهارات جميعا. الكونتريبيوشن اللي عمله تشارلز باباج انه قدر يعمل جهاز كمبيوتر ميكانيكي يقدر يعمل بعض العمليات الحسابية البسيطة، وهي المكنة اللي موجودة قدامنا هنا. بعدها بشوية حصل طفرة صغيرة، ليدي أدا لوفلاس، ودي بنت لورد بايرون، دي كانت عالمة رياضيات وكاتبة. الست دي قالت إنه إحنا ممكن نستخدم الماكينات اللي بتعمل حسابات جمع وطرح وعمليات ضرب وقسمة علشان نخليها تعمل حاجات تانية تبان لنا انها اصعب من مجرد عمليات حسابية، اللي هتبقى بعد كده حاجات زي الذكاء الصناعي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. يعني المكنة، احنا بصينا في الهاردوير بتاع اي مكنة سواء فائقة السرعة او حتى بطيئة السرعة، فهي من جواها الحقيقة بتعمل بس جمع وضرب وطرح واسمها addition, subtraction, multiplication and division. لكن من هذه العمليات نقدر نعمل حاجات تانية كثيرة، منها التطبيقات اللي احنا بنشوفها كل يوم بما فيهم اليوزر انترفيس اللي قدامنا في الشاشة دلوقتي. فأدا لوفلاس كانت أول واحدة قالت كده، والحقيقة احنا لو بصينا في التاريخ شوية هو الخوارزمي قال نفس الموضوع قبل أدا لوفلاس، بس للأسف احنا مش بن بن يعني مش بنعرف نسوق لتاريخنا كويس، فالناس مش عارفة الحكاية دي. وفي لغة برمجة موجودة حاليا اسمها أدا programming language، موجودة بقالها مدة، يعني تخليدا لاسم الست دي. تمام، نوصل لبريك ثرو تانية، جورج بول. جورج بول فيلسوف وعالم رياضيات، وهو اللي عمل
نوع من الرياضيات بقينا بنستخدمه في تصميم الحاسبات، وهو البوليان الجبرا. البوليان الجبرا ده بيقول والله احنا ممكن ناخد مجموعة من السويتشز ونركبها مع بعض فنقدر نعمل عمليات منطقية مثل الاند، الاور، النوت، الحاجات اللي زي دي. تمام، ايه فايدة بقى الحاجات اللي زي دي، الاند والاور والنوت اللي هو قالهم؟ قبل ما نقول الحكاية دي عايزين نقول انه الناس ممكن تتساءل، جورج بول في هذه السنوات، الراجل مات 1864، ما كانش فيه كمبيوترز وقتها، فليه كان هو بيحاول يعمل حاجة زي دي؟ السبب الأساسي إن هو كان بيحاول يكمل على الشغل بتاع الفيلسوف الألماني لايبنز، وهما الاثنين كانوا بيحاولوا يحطوا قواعد منطقية للتفكير البشري، بيحاول يحط خطوات إزاي المخ بيفكر. فوصلوا لي يعني، وصلوا في يعني لايبنز اللي كان معاه دكتوراه في الحقوق، ومع ذلك هو من ضمن الناس اللي اكتشفت الكالكولس، والناس اللي عملت بعض البدايات في محاولة وضع أسس للتفكير البشري. جورج بول ابتدى خد دي خطوة أخرى للبوليان ألجبرا، وما زلنا كل ده عبارة عن كلام نظري على ورق، لغاية لما جه كلود شانون أمريكي عالم رياضيات ومهندس كهرباء، قال طب والله إحنا الشغل بتاع جورج بول اللي هو بيخلينا عن طريق السويتشز، سويتش يعني زي مفتاح، مفتاح نور، زي مفتاح النور بنقفل النت أون أوف، ودي شغلانة الترانزستور باي ذا واي. الترانزستور في الآخر ما هو إلا سويتش أون أند أوف. فكلود شانون قال إحنا ممكن نجيب السويتشز دي أو الترانزستورز دي نحطها بطريقة ما مع بعض فنعمل أند، نحطها بطريقة تانية نعمل أور، نحطها بطريقة تالتة نعمل نوت. طب إيه فايدة الأند والأور والنوت دول؟ فايدتهم إن إحنا لو خدناهم وحطيناهم مع بعض ممكن يعملوا أديشن، عملية جمع، لو حطيناهم بطريقة أخرى يعمل عملية طرح سبتراكشن أو مالتيبليكيشن أو أديشن. إذن فباستخدام النظريات بتاع جورج بول وباستخدام التكنولوجيا اللي هي ترانزستور وما شابهها قدرنا نعمل العمليات الحسابية، وباستخدام ما قالته أدا لوفلاس ومن قبلها الخوارزمي نقدر باستخدام هذه العمليات الحسابية أن احنا نخلي الكمبيوتر يعمل برمجيات أكثر تعقيدا، وهي البرمجيات اللي احنا بنستخدمها إنه day to day life في أيامنا العادية، وفيها ومنها الذكاء الاصطناعي. فكده احنا هنلاقي ناس كانت بتشتغل لوحدها بس كل حاجة دلوقتي بتكونفيرج ان احنا يبقى عندنا جهاز كمبيوتر زي اللي احنا عارفينه، لغاية لما وصلنا لألان تيورينج. ألان تيورينج كان اصلا عالم رياضيات، لان ما كانش في حاجة وقتها اسمها علوم الحاسب، وعلوم الحاسب خرجت من رحم الرياضيات، وهندسة الحاسبات خرجت من رحم الهندسة الإلكترونية التي خرجت من رحم الفيزياء التي خرجت من رحم الرياضيات في الآخر برضو. تمام، هو اللي ابتدى ياخد الكلام بتاع الخوارزمي وآدا لوفلاس ويحطها بطريقة رياضية عشان يقدر يقولنا ما الذي يستطيع الكمبيوتر حسابه وما الذي لا يستطيع الكمبيوتر حسابه، وهو برضو اللي حط قواعد ما يعرف الآن بالذكاء الاصطناعي يعني في البدايات خالص. ألان تيورينج مات منتحرا سنة 1954 في سن صغيرة، يعني كان عنده 42 سنة. طيب، كل هذا الكلام ابتدى يتكامل حتى وصلنا للرسمة اللي احنا كنا حاطينها في التايتل سلايد، أول working computer موجود. وقتها كان لسه الترانزستور ما ظهرش، الترانزستور ابتدى يظهر في نهاية الأربعينات وابتدى يظهر كوميرشالي في بداية الخمسينات. فهنا بدل الترانزستور كان بيستخدموه كسويتش، فهم بيستخدموا حاجة اسمها vacuum tubes، ودول واثنين مهندسين كهرباء إيكر أند موكلي هم اللي عملوا أول هذا الكمبيوتر، كان بيستخدم حوالي 18,000 vacuum tubes وبيقدر ينفذ حوالي 1800 عملية في الثانية، بس طبعا الحجم بياخد حوالي 3 ادوار من مبنى متوسط الحجم، يعني كان كبير. وهذا هو الكمبيوتر الذي لم يكن يحتوي على سوفت وير، كان لازم عشان نغير البرمجه بتاعته نعيد توصيل هذه الاجهزه، لغايه لما ظهر واحد اسمه جان فون نويمان، وهو كان عالم رياضيات في الاصل وبعدين بقى مهندس حاسبات، وهو قال بدل ما نعمل هذه التوصيلات ليه ما نعملش مكان نخزن فيه بعض الاصفار والوحايد، حيث الاصفار يبقى بنوصل حاجه، الصفر ما بنوصلش حاجه،
وبهذا الشكل قدرنا ان احنا بدل ما يبقى عندنا اسلاك ونقعد نوصلها ونفكها، بقى عندنا مكان نخزن فيه الاصفار والوحايد، وبهذا ظهرت الميموري في الكمبيوتر. اوكي، هذه الفكرة ان بقى وجود ميموري خلت الجهاز الكمبيوتر يبقى اصغر، وهي الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. وسير موليس ويلكنز الانجليزي هو اللي خد الفكرة النظرية بتاعت جون فون نويمان، وبنى اول جهاز كمبيوتر الكتروني يحتوي على ميموري. هنلاحظ حاجة، اولا لو بصينا في اخر سطر في السلايد دي، حجم الكمبيوتر بقى اصغر. الكبير اللي قبل كده كان 3000 فيت سكوير، دلوقتي بقى 1400. لكن في نفس الوقت هنلاحظ حاجة تانية، التاني القديم كان بيعمل 1800 عملية حسابية في الثانية، ده بيعمل 650 بس. ده معناها ان الميموري جعلت جهاز الكمبيوتر اصغر لكن جعلته ابطأ، وهذه مشكلة مستمرة معنا حتى الان. الميموري او ذاكرة الكمبيوتر واحدة من ابطأ الاشياء، وهي اكثر بطئا بكثير من البروسيسورز. تمام، يبقى كده عشان تلخيص للموضوع، جورج بول قال احنا ممكن نعمل حاجة اسمها and or not. كلود شانون قال احنا ممكن نعمل الحكاية دي عن طريق استخدام السويتشز اللي هي كانت الفاكيوم تيوبز وبعدين بقت الترانزستورز. وادلو فلاس قالت والله باستخدام الاند والاور والنوت دول احنا ممكن نعمل حسابات، وباستخدام الحسابات دي ممكن نخلي الكمبيوتر يعمل عمليات اكثر تعقيدا من الحسابات. الفاسينيتنج في الامر انه في الحقيقه داخل الكمبيوتر كل العمليات ما هي الا اند واور ونوت في الاخر. ولو والاند والاور والنوت بيستخدموا عشان يعملوا جمع وطرح وضرب وقسمه، وهذه الجمع والطرح والضرب والقسمه هي في الاخر اللي بتعمل كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في الخارج، حاجات مختلفه، يلعب شطرنج، يلعب جو، كل تطبيقات الذكاء الصناعي، برامج الجرافيكس، كل الحاجات دي قائمه في الاخر على بعض العمليات الحسابيه البسيطه. وده كان تجميع شغل كل الاسامي اللي احنا قلناهم في ذلك في الكام سلايد اللي فاتوا. سنه 54 اي بي ام عملت كمبيوتر اسمه ال 704، وقتها ما كانش فيه كلمه سوبر كمبيوتر، فوقتها كنا بنسمي الحاجات دي مين فريمز. هنا بقى ابتدت تظهر لغه برمجه، لغه المكنه نفسها اللي بنسميها الاسامبلي لانجوج، ودي كانت لغه بطيئه وصعبه جدا. علشان كده الثمن او الكوست بتاع كتابه السوفت وير بقى اغلى من الكوست بتاع الهارد وير، لانه كده احنا بنستخدم العقل البشري عشان يكتب برنامج، والعقل البشري لا يقدر بثمن، وفي نفس الوقت بياخد وقت طويل عشان نكتب البرنامج ده، فبقت السوفت وير كوست اعلى من الهارد وير كوست. ونبص احنا اتكلمنا كده عن البروسيسور نفسه والعمليات الحسابيه، واتكلمنا على الميموري. الديسك، احنا في الاخر محتاجين ديسك، اي جهاز كمبيوتر كبير محتاج ستورج عشان لما نقفل الكهرباء المعلومات ما تضيعش. اللي احنا شايفينه ده بيطلعوه في الطياره بوينش، ده كان ديسك سنه في الخمسينات عباره عن ساعته التخزينيه 5 ميجا بايت. اخذت التطوير بتاع اجهزه الاستورج 51 سنه علشان نوصل من ال 5 ميجا بايت دي ل 1 تيرا بايت اللي هي 1000 جيج. وبعد كده من 1 تيرا بايت عشان نوصل ل 2 تيرا بايت اخذت سنتين بس، يعني معناها ان في تسارع جدا في الانفنشنز وفي الابتكار في هندسه الحاسبات. اول ديسك يوصل لجيجا بايت كان ظهر سنه 80. اوكي؟ اللي هو ده اللي قد موتور العربيه، ده كان 1 جيجا بايت اللي ظهر سنه 80. تمام. دلوقتي لغايه هذه النقطه الناس كلها اللي بتكتب، كان ما كانش فيه لسه اجهزه كمبيوتر في البيوت، كانت بس في بعض المؤسسات الحكوميه الكبرى وبعض الشركات الكبرى، وكانت البرمجه بتحصل باستخدام لغه المكنه وهي الاسمبلي. لغايه لما جه واحد اسمه جون بيكوس، ده اقترح، كان بيشتغل في اي بي ام، واقترح على اي بي ام والله احنا عايزين نعمل لغه برمجه تبقى اسهل على المبرمجين، علشان احنا قلنا انه البرمجه بلغه المكنه بتاخد وقت طويل، مما يجعل الكوست او ثمن او تكلفه السوفت وير اعلى من الهارد وير. فقال احنا هنعمل لغه وسماها الفورتران. انا نروح لزياره. فالفورتران الاول اي بي ام رفضت الفكره،
رفضتها مرتين، وفي المره الثالثه وافقت على الفكره وابتدى يعمل الفورتان، وهي اول لغه برمجه تحصل. هذه لغه، لغه البرمجه ما زالت حيه حتى الان. في لغات برمجه كثيره ظهرت واختفت، لكن لغه الفورتران اللي ظهرت سنه 57 ما زالت موجوده، وطرأ عليها الكثير من التطوير، وما زال بيستخدمها خصوصا علماء الرياضيات حتى وقتنا هذا. مع وجود هذه اللغة اللي هي أسهل من لغة المكنة، اختصرت 50% من وقت البرمجة، فبقت الناس بتاخد وقت أقل من وقت البرمجة. طيب من ساعتها، من أول ما ظهرت أول لغة حية وبقى عندنا ميموري وبقى في ديسك كويس وكده، فماذا الذي، إيه اللي بيخلي التسارع في الانفنشنز والهاردوير ده يحصل؟ أولاً في الاول في السوق العالميه بيحصل هاردوير امبروفمنت، بيبقى عندنا بروسيسور اسرع، ميموري اكبر، ديسك اكبر، وهكذا. الجماعه بتوع السوفت وير هيكتبوا سوفت وير افضل لان بقى عندهم هاردوير افضل، فالناس هتنبسط وتشتري هذا السوفت وير او تستخدمه. بعد شويه الناس هتبتدي تتعود على هذا السوفت وير خلاص، ويطالبوا بفيتشرز اعلى، فعايزين فيتشرز اعلى. هذه الفيتشرز الاعلى تستلزم هاردوير امبروفمنت، ونفضل بقى في الدائره دي، هاردوير امبروفمنت، سوفت وير يستخدمها عشان يحط فيتشر زياده، الناس تتعود عليها، يطلبوا فيتشرز اكتر، محتاجين هاردوير امبروفمنت. وهذه هي السايكل بتاعه الكمبيوتر اندستري، يعني بتعتمد على الناس هتستخدم ايه. ودي حاجه مهمه في تصميم الحاسبات، لان لما بنيجي نصمم جهاز كمبيوتر من اول الاي او تي الانترنت الاشياء لغايه البيك سوبر كمبيوترز، في كذا حاجه لازم ناخدها في الاعتبار. اولا الدقه وصحه النتائج، يعني مش هيبقى في جهاز كمبيوتر بيطلع نتائج خاطئه، ده اولا. الحاجه الثانيه السرعه، احنا محتاجين سرعه. الحاجه الثالثه وهي من اهم الاشياء وفي بعض الاوقات اهم حتى من السرعه، وهي الطاقه، استخدام طاقه اقل، لانه دلوقتي مع وجود الحاجات زي السمارت ووتش والسمارت فون والحاجات اللي زي دي، لو برنامج كمبيوتر بياخد طاقه كثيره، انت الناس او المستخدمين مش هيبقوا مبسوطين ان بيستخدم برنامج سريع جدا لكن بيخلص الباتري او البطاريه بتاعت الجهاز في نص ساعه مثلا. That is not good. وحتى في الاجهزه الكبيره زي اجهزه السوبر كمبيوتر، لو بتستخدم 1 ميجا وات حسب التسعيره بتاعت وزاره الطاقه الامريكيه، بتبقى حوالي مليون دولار فاتورة الكهرباء. ففي فاتورة الكهرباء لازم ناخدها في الاعتبار. ومشكلة الباور لم تعد مشكلة هاردوير فقط، في حاجة اسمها باور اوير سوفت وير، يعني ممكن المبرمج يكتب برنامجين الاثنين بيعملوا نفس التاسك، الاثنين صح، واحد منهم بيخلص الباتري اسرع من الثاني. There is a way to write a program that consumes less power. فاحنا كده قلنا الصحة، وقلنا او الدقه في دقه النتائج، ثم السرعه، ثم الطاقه، ثم الريلايبيليتي. لما بنعمل جهاز كمبيوتر سواء هاردوير او سوفت وير، المفروض انه بنحاول ان هذا الجهاز لا يعطل. واذا اخذنا فكره عن مثلا اجهزه الكمبيوتر التي كانت تدير حاجه زي كيريوزيتي اللي نزلتها ناسا على المريخ من كذا سنه، ده جهاز كمبيوتر بيدير مركبه، المركبه دي نازله في موضع لم تشهده من قبل. المركز على الارض في ناسا ما بيقدرش يتكلم مع المركبه دي طول اليوم على مدار ال 24 ساعه، لان ساعات السيجنال ما بتوصلش لما المريخ بيبقى بعيد عن كوكب الارض. فهذه المركبه لازم تتصرف من نفسها، ولازم السوفت وير ما يقعش حتى لو حصل هاردوير فيلير. فدي بنسميها ريلايبيليتي. ازاي نعرف ان في هاردوير فيلير في حته ونخلي البرنامج يكمل شغل على الحتت اللي ما باظتش؟ This is not an easy thing. لانه كلمه هاردوير فيلير مش معناها انه هذه القطعه من الهاردوير بطلت تشتغل، لان لو بطلت تشتغل سهل، الحاجه اللي ما بتشتغلش وي كان ديتكتد وخلاص. انما الحاجه اللي بتطلع نتائج خاطئه هي دي المشكله، لازم نعرف انه هذه القطعه بقت بتطلع نتائج خاطئه. حصلت مشكله مثلا في ذاكره الكمبيوتر، فبقى اللي بنخزنه فيها مش زي اللي بنقراه منها، فدي مشكله، فلازم نديتكت الحكايه دي ونشوف هنعمل ايه فيها. والحاجات دي لازم تحصل في اوقات من غير تدخل بشري. تمام. فكده الريلايبيليتي حاجه ثانيه مهمه واحنا بنصمم جهاز كمبيوتر. وطبعا لاسباب كثيره جدا بنبقى عايزين اجهزه كمبيوتر يصعب اختراقها، وهنا السكيورتي بتخش معانا. فبقى عندنا كوركتنس، عندنا بيرفورمانس او سبيد، عندنا باور، عندنا ريلايبيليتي، عندنا سكيورتي.
فالموضوع لم يعد سهلا يعني. طيب دلوقتي الجماعة بتوع السوفت وير اللي بيكتبوا المبرمجين وجماعة بتوع الداتا ساينس والكلام ده كله هم الناس اللي موجودين في هذا المستطيل في الناحية الشمال من الصورة دي، وفي الناحية في أقصى اليمين من هذه السلايد في الجماعة بتوع البروسيس تكنولوجي، مهندسين الكهرباء ومهندسين الفيزياء اللي بيعملوا VLSI والكلام ده كله. المجموعتين دول ما بيعرفوش يتكلموا مع بعض، ما فيش common language ما بينهم، ان الناس بتتكلم على السي موس والاس دي تي رام والكلام ده كله، دول الناس اللي ناحيه اليمين، والناس اللي ناحيه الشمال خالص عاملين يتكلموا على الاوبجكت اورينتد بروجرامينج والماشين ليرنينج والحاجات الظريفه دي. فذير از نو كومن لانجويج. الكومن لانجويج بتيجي من الجروب اللي في النص، الكمبيوتر اركيتكتشر. الكمبيوتر اركيتكت مثل المهندس المعماري اللي هو بيضع تصميم جهاز الكمبيوتر، وبعد كده بعد ما بيخلص تصميم هذا الجهاز بيديه للمهندس المدني اللي هو بيبني، اللي هو في حالتنا هيبقى مهندس الكمبيوتر ومهندس الكهرباء. بعد كده يجي جماعة بتوع السوفت وير يستخدموا هذا المبنى اللي هو في الاخر احنا في لو خدنا نفس نظرية العمارة فهو الانتيريور ديزاينر. سو الانتيريور ديزاينر هو السوفت وير كوميونيتي، المهندس المعماري هو الكمبيوتر اركيتكت، والمهندس المدني هم جماعة بتوع الالكتريكال اند كمبيوتر انجينيرنج. فجماعة بتوع السوفت وير بيتكلموا مع بتوع الكمبيوتر اركيتكتشر يقولوا لهم احنا عايزين كذا وكذا وكذا وكذا، احنا عايزين الكمبيوتر يقدر يدلنا هذه السرعه واستخدم طاقه كذا 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 كذا. يقوم المهندس المعماري معماري الكمبيوتر كمبيوتر اركيتكت يحطوا ديزاين او تصميم لجهاز الكمبيوتر ويدوا الديزاين ده للجماعه بتوع البروسيس تكنولوجي. هل يمكن بناء هذا الديزاين؟ جماعة بتوع البروسيس تكنولوجي يردوا عليهم يقولوا لهم احنا ممكن نبنيه بس هيبقى ناقص 1 2 3 4، او ممكن نبنيه كله بس هيبقى سعره كذا كذا كذا، او مش هينفع نبنيه كله لكن اقدر اديلك 90%. ويفضل في هذه المناقشه اللي موجوده ناحيه اليمين لغايه لما يوصلوا لتصميم معين يسهل بنائه. في هذه الحاله الكمبيوتر اركيتكتشر هياخد هذا التصميم ويقول للجماعه بتوع السوفت وير كوميونتي انت هيبقى معاك جهاز كمبيوتر هيديلك هذه السرعه وهذه الطاقة وكذا كذا كذا، انت بقى اكتب البرنامج بتاعك بيزد على هذه الريستريكشن. وبتفضل بقى هذه الديسكشن طول الوقت ما بين السوفت وير كوميونتي والكمبيوتر اركيتكت، وما بين الكمبيوتر اركيتكت والبروسيس تكنولوجي. دلوقتي في شركات كتيرة موجودة بتعمل شغل هاي بيرفورمانس كومبيوتينج وبتعمل شغل ذكاء اصطناعي. واحدة من الشركات التي تضخم حجمها جدا دلوقتي هي انفيديا، لانه انفيديا كانت في الاول بتعمل جرافيكس بروسيسنج يونتس، وبعدين اجهزة السوبر كمبيوتر كانت الكابينتس بتاعتها بنوصلها بتوصيلات اسمها انفيني باند من شركة ميلانوكس. انفيديا اشتالت ميلانوكس، وبعدين 85% من الماركت بتاع البورتابل ديفايسز يعني السمارت ووتش السمارت فون والتابلتس كانت شركة ARM. فانفيديا من اسبوعين اشترت شركة ARM، فبقى انفيديا دلوقتي تقدر تعمل اجهزة سوبر كمبيوتر واجهزة مصممة خصيصا لتطبيقات الذكاء الصناعي بطريقة ما عادتش موجودة لأي شركة اخرى من اللي موجودين في السلايد دي، بما فيهم جوجل او فيسبوك او ومش انتل او AMD. طيب في الآونة الأخيرة يعني في العشر سنين اللي فاتوا في كلمات ابتدت تظهر كتير وكل الناس بقى بتتكلم عنها في جميع أنحاء العالم، مثل ماشين ليرنينج تعليم الآلة، بيج ديتا، انترنت الأشياء IoT انترنت اوف ثينجز، وفي كلمات تحت موجودة مش منتشرة بنفس انتشار الثلاث كلمات اللي فوق بس موجودة زي مالتي بروسيسورز AI مالتي كور ايدج كومبيوتينج اناليتكس كلاود سوبر كومبيوتينج. اللي موجود تحت ده هي التكنولوجي اللي بتنيبل الباسوردز اللي موجودة فوق. يعني احنا مش هنعرف يبقى عندنا بيج ديتا ولا هنعرف يبقى عندنا ديب ليرنينج ماشينز من غير ما يبقى عندنا سوبر كومبيوترز. والسوبر كومبيوتر مكون من الكثير من المالتي كورز والمالتي بروسيسورز، ولازم يشغلوا برمجيات الذكاء الصناعي اللي منها كتير مش كله ماشين ليرنينج، لان ماشين ليرنينج جزء من الذكاء الصناعي، الديب ليرنينج جزء من الماشين ليرنينج، بس الذكاء الاصطناعي في اشياء اخرى غير النيورال نتورك،
في predictive analytics stuff موجودة. والcloud computing هي عبارة عن data centers, أجهزة كبيرة, أنواع معينة من السوبر كمبيوترز موجودة, بس data centers ليها أهداف أخرى, بس في الآخر هي أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة إلى حد ما. طيب نبص شوية على IoT, والناس ممكن تستغرب شوية احنا ليه هنبص على انترنت الأشياء واحنا عنوان المحاضرة أجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة, لأنه زي ما هنشوف انترنت الأشياء الموجودة حاليا هي عبارة عن مجسات صغيرة. المجسات دي ممكن نحطها في أي حتة, نحطها في مصنع, نحطها على الطيارة وهي بتطير, نحطها في أرض زراعية, نحطها في مزرعة للحيوانات, هتقيس حاجات كتير, نحطها على الطرق. زمان كانت مجرد بتقيس وتبعت القياسات دي عن طريق الانترنت إلى شبكات عن طريق شبكة الانترنت إلى أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة لتحليلها. دلوقتي مع تقدم هندسة الحاسبات بقت انترنت الأشياء هذه المجسات بقى فيها هي نفسها بروسيسنج, فهي بتعمل بعض التحليلات وبعد كده تبعت نتائج التحليلات دي لأجهزة كمبيوتر فائقة السرعة لتحليلها زيادة, فبقت التحليل بقى أعمق وأكثر سرعة. فبتبعت الحاجات الأول تبعتها لأن هي دلوقتي بقى عندنا مجسات كتير, الـ IoT بقت في كل حياتنا دلوقتي, فمحتاجة ستورج كبيرة, وده كان بداية موضوع البيج ديتا, فمحتاجين ستورج كتير. بعدين ناخد هذا الستورج ونحلله بقى باستخدام ماشين ليرنينج, باستخدام سيميوليشنز, باستخدام بريدكتيف اناليتكس, والحاجات الحاجات دي محتاجة بعد ما الـ IoT نفسها تعمل لها بعض التحليلات البسيطة تبعت نتائج التحليلات دي لأجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة زي السوبر كمبيوتر الياباني اللي احنا شايفينه هنا. وبعدين هذا الكمبيوتر هيدي decisions أو control. الديسيجنز دي بتبقى مثلا الآن يجب ان احنا نروي هذه الأرض الزراعية, أو الحتة دي من المصنع احتمال انها تعطل الأسبوع الجاي فابتدي بص عليها من دلوقتي, وهكذا. يعني هي دي الديسيجنز اللي بتحصل, أو انه والله في حوادث كتير بتحصل على هذا الطريق فيستحسن ان احنا نعمل طريق آخر موازي فيقلل الاختناق المروري مثلا. فكل الحاجات دي محتاجة IoT ومحتاجة أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة وما بينهما ستورج كبير, أجهزة ستورج كبير. طيب أجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء هيفضلوا موجودين, يعني كل اللي هيحصل في المستقبل القريب إن هم هيصبحوا أكثر قوة. فالـ IoT هي نحن دلوقتي بنسميها السايبر فيزيكال سيستمز, وهي نواة الثورة الصناعية الرابعة. وكل ما الـ IoT دي بتكتر وبنحطها في حتة أكبر يبقى فيه ديتا زيادة أكتر, يبقى هيبقى فيه بيج ديتا هنحتاج إن احنا نستخدمهم ونعملهم ستورج ونحللهم. الـ Artificial Intelligence هيكمل. الارتفيشال انتليجنس دلوقتي مع وجود اجهزه الكمبيوتر الخارقه اللي احنا موجود عندنا دلوقتي, فالارتفيشال انتليجنس محتاج بقى يبتدي يروح للخطوه الاخرى. الخطوه الاخرى دي بقى اللي احنا كانت زي ما كانت في الفيلم القصير اللي كان شغال قبل المحاضره, وهي انه بعد ما تبقى الويك ارتفيشال انتليجنس اللي هي بتعمل حاجه معينه بس, هيبقى عندنا جنرال ارتفيشال انتليجنس يقدر يستخدم الخبره اللي هو جابها في حل مشكله يستخدمها في حل مشكله اخرى زي ما بنعمل كده في المخ البشري. طيب حاجه صغيره, لانه في الاخر التقدم العلمي لا يحدث الا عن طريق الاقتصاد وعن طريق علم النفس وعلم الاجتماع. الثلاث حاجات دول بيحددوا ايه اللي هيحصل في التقدم العلمي. يعني مثلا لما جوجل عملت جوجل جلاسز كانت بيس اوف هاردوير كويسه بس ما نجحتش لان العالم لم يكن مستعدا لها بعد. فالعلم الاجتماع وعلم النفس بيحددوا اذا كانت البيزنس او السيرفيس الجديده هتتباع او هتكسب ولا لا. وفي نفس الوقت الاقتصاد بيحدد هندفع فلوس قد ايه لتمويل هذه التكنولوجيا. فقلنا نحط سلايد عن موضوع البيزنس هنا, لانه ظهر في الكذا سنة الاخيرة الكثير من البيزنسز اللي بتقول احنا عايزين ندخل الذكاء الصناعي في هذا البيزنس.
ودي كانت مشكلة كبيرة، لأنه مش كل البيزنس هتحتاج ذكاء صناعي، مش أي محل بيبيع معلبات وعلب عصير محتاج ذكاء صناعي، وفي حتى بيزنسز كبيرة مش محتاجة ذكاء صناعي، محتاجة just linear regression أو حاجة زي كده. طب إمتى نحتاج ندخل ذكاء صناعي في البيزنسز؟ وكان في سلسلة من المقالات عن هذا الموضوع في الهارفارد بيزنس ريفيو، وحاولت أشرحه يعني لدائرة أكبر من الناس في مقالات أسبوعية في جريدة الشروق في مصر عن الحكاية دي. بس احنا هنا هنحاول نلخص اللي قالته هارفارد بيزنس ريفيو. دلوقتي لو احنا عندنا بيزنس معين، امتى نستخدم الارتفيشال انتليجنس وامتى ما نستخدموش؟ نقدر نستخدمه لو انت محتاج تعمل ديسيجن، بمعنى ان لو البيزنس بتاعك مجرد حاجات خطوات لازم تتعمل وخلاص، من غير ما يبقى فيه اي اتخاذ قرار، انا هعمل نمره 1 2 3 وبعد ما اخلصهم هرجع تاني 1 2 3 1 2 3، ده اوتوميشن، فخلاص انت ممكن تجيب مكنه وخلاص وتعمل الحكايه دي. لكن لو انت عايز يبقى فيه ذكاء صناعي ماشين ليرنينج، يبقى معناها انه هذه المشكله او البيزنس بتاعك يحتاج اتخاذ قرار. هل المفروض ان انا اعمل المنتج بتاعي بهذا الحجم ام بهذا الحجم؟ هل المنتج بتاعي لازم يكون فيه هذه التقنيه ولا ما يكونش فيه هذه التقنيه؟ لو في ديسيجنز هيتعمل، يبقى احنا محتاجين ذكاء صناعي، اللي هي الحته اللي في النص هنا في السلايد دي. لكن لازم ناخذ في الاعتبار حاجه، الذكاء الصناعي لا ينهي الوجود البشري في اي بزنس، لان الذكاء الصناعي مش هيجيب الانتويشن اللي هي الفطرة السليمة او القاعدة الجديدة او النولج الخبرة اللي بتبقى موجودة عند حد موجود في البيزنس من كتير. فاحنا محتاجين الحاجتين دول، يبقى معناه ان البيزنس محتاج decisions وفي نفس الوقت محتاجين في العنصر البشري علشان يجيب الخبرة. وفي كتب نزلت السنة دي بتتكلم عن كيف يتكامل الذكاء الصناعي مع الذكاء الطبيعي، يعني البني ادمين مع اجهزة، لان هي مش حرب في الاخر، هو تكامل. دلوقتي لما الذكاء الصناعي يبتدي يكتر ونستخدمه في بيزنسز اكتر ومحتاج وفي ديتا كتيره بتجنريتها انترنت الاشياء والكلام ده كله، يبقى معناها ان احنا محتاجين اجهزه كمبيوتر مش فائقه السرعه واكثر من فائقه السرعه. كلمه فائقه السرعه نفسها بتبتدي تتغير، سرعه، محتاجين اقوى. لما نيجي نبص على الليسته دي اسرع خمس كمبيوترات في العالم حاليا في لستة التوب 500 سوبر كمبيوترز اللي نزلت في يونيو جون 2020 هذا العام. نمرة واحد اليابان، ونمرة اثنين صامت من اي بي ام دي امريكا، نمرة ثلاثة امريكا، ونمرة اربعة وخمسة الصين. وعلى فكرة امريكا ما خدتش السبوت نمرة واحد من سنة 2012 الى وقتنا هذا غير مرتين. قبل كده كان اغلب السبوت نمرة واحد كان الصين، ودلوقتي بقت اليابان. المهم في هذه الأجهزة لو احنا بصينا على الكولون، بيقول كورز دي عدد البروسيسنج إليمنتس اللي موجودة، هي بالملايين دلوقتي، وده معناها انه كتابة برمجيات لهذه الأجهزة محتاجة نوع معين من الخبرة. وبعدين الار ماكس اللي هي أسرع سرعة قدرنا نوصل لها بأفضل برنامج، فدي عن طريق تيرا فلوتينج بوينتس أوبريشن بير سكند. تيرا يعني 10 أس بيتا، يعني 10 أس 15، تيرا يعني 10 أس 12، ف 415 لو بصينا على أول واحد خالص، 415,000 مضروبة في 10 أس 12 عملية حسابية فلوتينج بوينتس في الثانية. الار بيك ده رقم اللي جنبه ده ما بيبقى أعلى من الار ماكس. الار بيك دي الثيوريتيكال نمبر اللي هو لو ما فيش مشكلة ميموري وما فيش مشكلة انتر كونكشن، ايه اسرع حاجة ممكن نجيبها. وفي حاجة في الشات ان في ناس محتاجة السلايدز وكده، فان شاء الله هبعتها للدكتور حامد الاسدي ان شاء الله السلايدز لو في حد انترستد. واحنا كنا اتكلمنا غير السرعة، اتكلمنا كمان عن الباور، استخدام الباور. لو بصينا على الكهرباء المستخدمة للاجهزة دي، الارقام دي مرعبه للغايه. يعني اول اسرع جهاز كمبيوتر اهو 28,000 وشويه كيلو وات، يعني 28 ميجا وات، يعني معناها ان فاتوره الكهرباء حسب وزاره الطاقه الامريكيه هتبقى 28 مليون دولار في السنه. دي بس فاتوره الكهرباء
غير فاتورة الصيانة وفاتورة كتابة برمجيات لهذه الأجهزة. طيب ما زالت الباور هي المشكلة الكبرى لجميع أجهزة الكمبيوتر حتى الآن، وهي من ضمن الحاجات اللي احنا يعني بنحاول نحلها ولسه ما وصلش، يعني الريسيرشرز ما وصلوش لحل مرضي. الريلايابيليتي زي ما احنا قلنا أجهزة الكمبيوتر دي خاصة لو بتعمل عملية مهمة، يعني سواء في أوضة العمليات مثلا او كده، مش المفروض انها تعطل، فريلايابيليتي از ان ايشيو. وكمان لو حسب انواع العمليات اللي هي بتعملها المفروض ان هو لا يسهل اختراقها، فسيكيورتي ده موجود. طيب ايه بقى العلاقه، غير يعني ان احنا قلنا انه اجهزه الكمبيوتر فاقده السرعه والذكاء الصناعي، العلاقه ما بينهم؟ اولا الذكاء الصناعي لم يكن ليوجد بهذه الكثافه بدون وجود اجهزه كمبيوتر فاقده السرعه، ودي النقطه الاولانيه اللي موجوده هنا. الحاجه الثانيه انه اجهزه الكمبيوتر فاقده السرعه بتستخدم في حاجات كتير، منها مثلا المحاكاه لاكتشاف الامراض، يعني مثلا السرطان. مرض السرطان لن ينتهي من هذا العالم إلا ببيرسوناليزد دراج، بمعنى إن جهاز الكمبيوتر هياخد الجينوم بتاع المريض، هيحلل الجينوم بتاع المريض ويطلع دواء لمعالجة السرطان لهذا الشخص، بحيث إنه هذا الدواء لو أخده شخص تاني الشخص التاني ده هيموت، فده دواء معمول مخصوص لشخص واحد. ده عكس العلاج السرطان الموجود الحالي اللي هو العلاج الإشعاعي والكيمو والكيميائي اللي هو نفس العلاج لكل الناس. العملية مش هتنتهي غير بعلاج معمول للشخص. وعشان نحلل الجينوم البشري بأجهزة الكمبيوتر الحالية بياخد وقت طويل جدا، بيكون العيان مات. فكل ما أجهزة الكمبيوتر تبقى أسرع كل ما نقدر نوصل للpersonalized drugs أسرع. فمن ضمن الحاجات اللي الذكاء الصناعي بيساعد فيها هو بيساعد في توجيه هذه المحاكاة، محاكاة اللي هي الجينوم عشان نشوف تأثير السرطان بيزيد ازاي وايه المركبات. في مثلا في الوقت اللي احنا موجودين فيه حاليا الكوفيد 19، لما بيقولوا انه في فاكسينز وعقارات وبيجربوها ومش عارف ايه، طب الدكاترة وصلت العقارات دي ازاي؟ وصلت بانه الخطوة الاولى هي اجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة بتحلل الاف من المركبات الكيميائية وتعمل محاكاة على هذه الفيروسات الكوفيد 19 وتشوف اي المركبات ممكن تبقى فيها احتمال ان هي تبقى فاكسين للكوفيد 19. والسوبر كمبيوترز عملت الحكايه دي وطلعت 77 مركب كيماوي. ال 77 مركب كيماوي دول بقى بيروحوا للاطباء واساتذه العلوم الكيميائيه علشان يجربوا ويحاولوا يلاقوا فاكسين منها، بس الخطوه الاولانيه بتيجي من اجهزه الكمبيوتر فائقه السرعه. وعلشان نسرع هذه الاجهزه الهاردوير لازم يبقى سريع، والذكاء الصناعي ممكن يوجه هذه المحاكاه، تقول مثلا الحته دي من المحاكاه مش عايزينها سريعه قوي فممكن نبطئ شويه، الحته دي محتاجينها دقيقه جدا فنسرع شويه، الحته دي مش محتاجينها قوي، فده بيسرع هذه المحاكاه. الحاجه الاخرى ان الذكاء الصناعي بيساعدنا ان احنا نبني اجهزه كمبيوتر اكثر براعه. الديزاين نفسه، لان اجهزه الكمبيوتر زي الليسته اللي احنا شفناها القائمه اللي فيها خمسه سوبر كمبيوترز دي اجهزه شديده التعقيد، فباستخدام الذكاء الصناعي نقدر نوصل لتصميمات افضل. فالعلاقه ما بين الذكاء الصناعي والهاي بيرفورمانس كومبيوتنج او الاركتكتشر معمار الحاسبات علاقه تبادليه، ده بيساعد ده وده بيساعد ده. هو طبعا في الشات هو الذكاء الاصطناعي لغه، طبعا لما باجي اكتبها في مقالات باللغه العربيه بستخدم العربي، انا هنا بستخدم بس العاميه المصريه وهي لغه منطوقه وليست مكتوبه، فعشان كده بس طبعا عذرا، هو طبعا الذكاء الاصطناعي. طيب ما هو المستقبل في هذه الاشياء؟ التنبؤ بالمستقبل فيما يتعلق بالتكنولوجيا مش سهل، وعشان أديكوا دليل إنه هو مش سهل نبص على بعض الأشياء. I think there is a world market for maybe 5 computers، اللي هو أنا أعتقد إن لو عملنا أجهزة كمبيوتر بكتير خمسة ممكن يشتروها في العالم. اللي قال هذه الجملة توماس واتسون، الرجل اللي عمل IBM سنة 1949. There is no reason in the world one would want a computer in their home. No reason. لا يوجد أي سبب يدعو أي شخص إن يبقى عنده جهاز كمبيوتر في بيته. أي سبب.
اللي قال هذه كين أولسون التشيرمان بتاع شركة ديك سنة 77. 640 كيلو بايتس من الميموري هتبقى كافية لأي حد. دلوقتي احنا لما بنجيب لابتوب فيه 32 جيج اوف رام بنقول مش مكافية. اللي هنا ده 640 كي. مين اللي قال الجملة دي؟ بيل جيتس اللي عمل مايكروسوفت سنة 1981. ده معناها انه مش من السهل حتى على الناس التي تعمل في هذا المجال ان هي تقول الـ يعني المستقبل هيبقى عامل ازاي. بس عامة على المدى القصير يعني من سنة الى خمس سنوات العملية هيبقى نفس التصميم بس اقوى. يعني هيبقى عدد كورز اكتر، هتبقى نيورال نتورك اكبر وهكذا، هتبقى مور. دي اللي بنسميها evolutionary designs. يعني ايه؟ يعني هو هنكمل في نفس السكة اللي احنا فيها بس هتبقى الدنيا اكثر قوة. في حاجة اسمها revolutionary design، وهذا دي بقى تبقى ثورة على الموضوع، هيبقى بقى حاجة جديدة ما كناش متخيلينها. خلينا في الايفولوشنري دلوقتي. ففي المستقبل القريب عايزين exascale machines. الexascale machine دي هي مكنة قادرة على عمل 10 أس 18 عملية حسابية في الثانية، وهي أسرع من أي حاجة من اللي احنا أسرع بألف مرة على الأقل من أسرع مكنة شفناها في الليست اللي فيها خمس أجهزة كمبيوترز. أمريكا كانت بتحاول توصل للإكزاسكيل ماشين وقالت إن حطت ديدلاين ل 2012 ما وصلوش، قالوا 2015 ما وصلوش، دلوقتي النيو ديدلاين 2022، وتوجد حرب باردة بين أمريكا وبين الصين لمن يصل إلى الإكزاسكيل ماشين دي. لأنه اللي هيقدر يوصل للإكزاسكيل ماشين أولا هيقدر يعالج السرطان، هيقدر يديزاين أسلحة أسرع، هيقدر يخترق أجهزة الخصم أسرع وهكذا. يعني حاجات كتير الإكزاسكيل ماشين. مشكلة الإكزاسكيل ماشين مش مجرد إن احنا نعمل مكنة كبيرة وخلاص، ما احنا ممكن نجيب ألف مكنة من اللي هي نمرة واحد اللي كانت في الليستة دي ونوصلهم ببعض وبقت إكزاسكيل. الفكرة كلها كمية الطاقة المستخدمة هتبقى مهولة لا تقدر عليها أي دولة في العالم حاليا. ده غير انه لا توجد لغات برمجة بالقوة اللي تسمح ان احنا نكتب برمجيات لهذه النوعية من الاجهزة بعد. فلسه ما زالت الحرب الباردة ما بين امريكا والصين وتليهم اليابان للوصول الى الاكزاسكيل ماشين. نون فولاتايل ميموري، ودي هتظهر السنة دي او السنة الجاية لانها اوريدي موجودة في بعض الماركتس القليلة. الميموري ذاكرة الكمبيوتر، ذاكرة الكمبيوتر حاليا بنسميها رام، الناس بتسميها رام Random Access Memory، ولو هنبص بدرجة علمية أكثر Dynamic RAM دي رام. دلوقتي إيه مشكلتها؟ مشكلتها إنه لو حصل مشكلة في الباور، الكهرباء قطعت، البطارية خلصت، كل المعلومات اللي موجودة في الميموري راحت. الديسك، المعلومات اللي على الديسك هتفضل، إنما المعلومات اللي في الميموري اختفت. فدلوقتي توجد أشياء أو تكنولوجيا أخرى لبناء ميموري تحتفظ بالمعلومات حتى في عدم وجود كهرباء، دي النون فولاتايل ميموري. وتمتاز ايضا بان هي اسرع من الميموري الحاليه. احنا قلنا ان الميموري من ابطا الاشياء والتي تبطئ كثير من الحسابات، فهتبقى نون فولاتايل يعني هتفضل تحتفظ بالمعلومات وهتبقى اسرع. في كذا تكنولوجي من دول هيبقوا موجودين، واوريدي في بعض الاجهزه القليله فيها نون فولاتايل ميموري. طيب في حاجه تانية وهي الهيتروجينيوس كومبيوتينج. يعني ايه هيتروجينيوس كومبيوتينج؟ يعني احنا لو فتحنا اي حاجه من اجهزه الكمبيوتر من اول السمارت فون لغايه السوبر كمبيوتر مش هنلاقي نوع واحد من اجهزه البروسيسورز، هنلاقي انواع كتير. هنلاقي حاجات جي بي يوز، جرافيكس بروسيسنج يونتس. وعلى فكره لما بقول جي بي يوز او جرافيكس بروسيسنج يونت هو بيستخدم في اشياء اخرى كثيره بخلاف الجرافيكس. يعني اجهزه الجي بي يوز هي المين او الشيء الاساسي. تمام. معلش، وكان طلع لي رساله ان انا اي ام ميوتد فبرجعها بس. ف هيتروجينيوس كومبيوتينج معناها انه اجهزه البروسيسنج اللي هتبقى موجوده جوه جهاز اجهزه متنوعه، جهاز او بروسيسورز معمول للذكاء الصناعي، بروسيسور تاني معمول للعمليات الحسابيه المعقده، بروسيسور تالت معمول مثلا علشان البارشل ديفلت. يعني هيتروجينيوس، حاجات مش مختلفه عن بعض بحيث ان احنا ناخد احسن حاجه من كل حاجه ويتكلموا مع بعض لتنفيذ المهمه الكبرى اللي الجهاز بيعملها.
فالتوجه دلوقتي انه اجهزه الكمبيوتر هتبقى هيتروجينيوس، والسمارت فونز اللي مع حضرتك او مع حضرتك من جواه هو هيتروجينيوس، لانه في بروسيسورز بيران النيورال نتورك، وبروسيسور تاني بياخد الاوامر بتاعتك اللي بتديها للتليفون، وبروسيسور رابع او ثالث بيعمل جرافيكس وهكذا. فالمستقبل القريب هو هيبقى للهيتروجينيوس كومبيوتنج، وده طبعا بيصعب الديزاين وبيصعب البرمجة. انت كده بتكتب برنامج لكذا قطع مختلفة من الهاردوير، وده هيحتاج مننا نيو بروجرامينج مودلز. اولا البرمجة اللي احنا كنا متمرنين عليها واحنا صغيرين، وهي البرمجة السيكوينشال اللي هو كل خطوة بتتنفذ بعد الخطوة اللي بعدها، ما عادتش هي اللي شغالة دلوقتي. لا يوجد اي جهاز كمبيوتر دلوقتي يعني ممكن يدي لك performance او سرعة باستخدام هذه النوعية من البرمجة، بل بالعكس انت محتاج برمجة على التوازي parallel computing، ومش بس على التوازي parallel computing لheterogeneous، بتكتب على التوازي لأجهزة مختلفة في نفس الوقت. فده محتاج لغات برمجة جديدة او تحديث اللغات البرمجة اللي احنا عايزينها. يعني دلوقتي عشان تكتب برنامج لأجهزة كمبيوتر عملاقة سوبر كمبيوتر، انت بتستخدم غالبا كومباينيشن من ثلاث لغات، مثلا زي MPI مع OpenMP مع كودا عشان الجي بي يوز، MPI علشان الديستريبيوتد ميموري، OpenMP عشان الشيرد ميموري. أجهزة الذكاء الصناعي متوجه دلوقتي ناحية unsupervised learning. يعني ايه؟ حتى الآن أغلب أجهزة الذكاء أو برمجيات الذكاء الصناعي أو الاصطناعي اللي احنا شفناها هي عبارة عن supervised، يعني أنا بوري له مثلا أشعة على الصدر وأقول له هذا المريض عنده سرطان، هذا الشخص ما عندوش سرطان، هذا عنده، وهو بيتعلمهم. فلما يشوف أشعة على شخص مختلف يقدر يقول ده عنده ولا ما عندوش. unsupervised أنا ما بقولوش بقى الحكاية دي، بقول له بص أدي عندك أشعات كتيرة هي، شوف أنت بقى مين فيهم اللي عيان ومين اللي مش عيان، ده كله unsupervised مش بعلمه. وفي حاجة زي الألفا زيرو أنا ما بديلوش معلومات أصلا، روح انت بقى دور على المعلومات وقسمها واعمل، ودي خطوة هتيجي كمان بعد الـ unsupervised learning. في مشكلة اخرى، احنا قلنا ان الميموري او ذاكرة الكمبيوتر بطيئة جدا، فمهما خلينا البروسيسور نفسه يبقى سريع هو في الاخر محتاج يجيب داتا من الميموري، فدي مشكلة. مهما سرعنا في البروسيسور الميموري بتبطئ الموضوع. فقال لك طيب ايه اللي يمنع انه ليه الميموري بتبطئ الموضوع؟ لان التكنولوجيا بتاعت الميموري ابطا بكثير من التكنولوجيا بتاعت البروسيسور. ولو وغير كده الداتا اللي بجيبها من الذاكره بتاعت الكمبيوتر لازم تمشي على الباص على وايرز وتوصل للبروسيسور، ده برضو بطيء، الكوميونيكيشن ده بطيء. فقال طيب ليه ما نحطش بروسيسنج جوه الميموري؟ يعني دلوقتي ذاكره الكمبيوتر مش هتبقى مجرد ذاكره، لا هيبقى جواها كمان اجهزه تعمل البروسيسنج، تعمل تحليل للبيانات اللي موجوده، فمش محتاج اوصل للبروسيسور فوق، لا ممكن اعملها في الميموري. وابتدت ابحاث كثيره في هذا الموضوع، وده الموضوع ده ممكن يظهر في الاسواق قريب، يعني من سنه الى خمس سنين دلوقتي. النقطه دي ابلكيشن سبيسيفيك اركيتكتشر، ان هما قالوا طيب حكايه ان احنا يبقى عندنا جهاز بيشغل اي برنامج ده كويس، بس انا لو عملت جهاز مخصص لحاجه معينه اكيد هيبقى اسرع. بمعنى لو انا عملت جهاز مخصوص لتطبيقات الذكاء الصناعي هيبقى اسرع من جهاز كمبيوتر عادي بشغل عليه برمجيات ذكاء صناعي، او لو عملت جهاز معمول مخصوص ان هو يشغل او يعمل حسابات المعادلات التفاضليه مثلا، فيبقى اسرع من لو جبت جهاز عادي وعملت عليه برمجيات للمعادلات التفاضليه. تمام، فالاتجاه برضو لان احنا يبقى عندنا اجهزه مخصوصه، وده ممكن نوصل الاجهزه المخصوصه ببعض لعمل جهاز اكبر، وده بيبقى ريليتد لهيتروجينيوس كومبيوتنج اللي موجوده فوق. طيب نلخص اللي احنا قلناه في حكايه الحرب البارده بقى وامريكا والصين واليابان، واكزا سكيل از استراتيجيك ويبن، ليه الدول دي بتعتبر هي الاتحاد الاوروبي ورا بقى الثلاث دول دول؟ يعني احنا نحط امريكا والصين يليهم اليابان، ثم بعد ذلك الاتحاد الاوروبي. ليه بنعتبره ان المكنه اللي هي الاكزا سكيل لو لما نوصل لها ده سلاح استراتيجي؟ حاجات كتير. احنا قلنا البيرسونالايزد دراجز، ففي هذه الحاله تقدر امراض كتير هتختفي من هذه الدنيا. تصنيع الاسلحه طبعا،
الساينتفك كومبيوتينج، الجماعه بتوع الفيزياء والكيمياء والاحياء بيقدروا يعملوا محاكاه اكثر دقه، فيقدروا يعرفوا ايه اللي بيحصل، تحليل الحفريات، جميع الساينتفك كومبيوتينج اللي موجوده. وهذه المحاكاه هتبقى دقيقه جدا بطريقه لم نعهدها من قبل، فنقدر نحلل حاجات كتير ونتوصل لمعلومات اكتر ما كناش نقدر نوصل لها قبل كده. طيب احنا قلنا انه عشان يبقى عندنا اكزا سكيل هنحتاج اجهزه نحطها مع بعض، وهذه الاجهزه تكون بتعمل حاجات مختلفه، يعني حاجه للماشين ليرنينج، ونحط جهاز تاني للمعدات التفاضليه، وجهاز ثالث للجنرال كومبيوتنج، وهكذا. بنسميها هيتروجينيتي او هيتروجينيوس كومبيوتنج. الحقيقه ان في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي في اجهزه فيها فعلا هيتروجينيتي زي السمارت فون، حتى المالتي كور، لو انت معاك انتل اي 7 اي 9 اي ام دي رايزن اند اول الحاجات دي كلها، حتى لو فيها 4 كورس 8 16 32، احنا بيتهيأ لنا ان الكورس دي واحد، مجرد واحد، بنكرره. يعني عندي 16 كور كلهم زي بعض. الحقيقه ان كل كور من دول هم في التركيب زي بعض، بس كل كور من دول عنده اتس اون فريكوانسي اند فولتج، فلو كور منهم ابتدى يسخن فهيقلل الفريكوانسي بتاعته فهيبقى ابطا. فانت في الحقيقه بتشتغل على حاجه هيتروجينيوس. الترند اصلا انت لما بتشتري حاجه زي الايفون من جواه البروسيسورز مش زي بعض، هتلاقي في بروسيسور مخصوص للشبكات العصبيه، واحد تاني مخصوص للجرافيكس، واحد تالت مخصوص للتعامل مع اليوزر وهكذا. في دلوقتي الاف بي جي ايز معناها موجوده من زمان، بس هيبتدي يظهر قريب استخدامها جوه الشيب نفسه. كان في اتنين شركتين كبار للاف بي جي ايز في العالم، لينكس والتيرا. انتل اشترت التيرا في 2015، فاحنا نتوقع انه البروسيسورز الجديده بتاعت انتل ممكن يبقى فيها اف بي جي ايز، فيلد بروجرامبل جيت ارايز. في ناس بتعمل محاولات على حاجه اسمها اوتوماتا بروسيسورز، ودي الناس اللي شغاله اللي بتعمل حاجات في الاوتوماتا ثيوري، ده نوع فرع من الرياضيات او الفاينات ستيت ماشينز. هذه النوعيه من البروسيسورز تقدر تشغلها بسرعه. عندنا طبعا حاجات زي بروسيسورز تجريبيه عملتها شركه اي بي ام، بحيث ان البروسيسور نفسه عباره عن نيورال نتورك صغير موجود جوه، ففي حاجات من دي موجوده. وطبعا الجي بي يوز اللي الناس بتستخدمه في الجرافيكس وبيستخدموه في غير الجرافيكس. دلوقتي الجي بي يوز بيستخدم في العمليات الحسابيه الساينتفك كومبيوتنج، وبيستخدم في الماشين ليرنينج. يعني انا في هذا الترم اللي احنا فيه بدرس كورس دراسات عليا عن الجي بي يوز، ما بنتكلمش فيه على الجرافيكس خالص، من اول الترم لاخره ما بنتكلمش على الجرافيكس خالص. فالجي بي يوز بقى بيستخدم في هذه الاشياء. فكل هذه الانواع من الشيبس اللي احنا شايفينها ممكن تتواجد كلها في جهاز كمبيوتر واحد، بحيث ان كل المهم في برمجه هذا الجهاز ان احنا ندي لكل تشيب الجزء البرنامج اللي هي بتبرع فيه، وهو ده الهيتروجينيتي اللي موجود. كل الحاجات دي من جوه في الاخر معموله من ترانزستورز. احنا قلنا القصه اللي في الاول خالص ان الترانزستورز هي السويتشز اللي عملنا منها الاند والاور والنوت، اللي عملنا منهم الجمع والطرح والضرب والقسم، اللي عملنا منهم بقيه الابلكيشنز. الترانزستورز نفسها بقت مختلفه، ما عدتش زي بعض. بقى عندنا سي موس، عندنا كوانتم دوتس، عندنا فين فيت، تراي جيت، وما نعرفش ايه اللي جاي بعد كده، لان السي موس قرب يوصل لاخره، فلسه مورز لو بيقف والكلام ده كله. فلسه دي هنا احنا محتاجين الناس بتوع الفيزياء يردوا علينا بقى الترانزستورز اللي جايه هتبقى عامله ازاي. الميموري نفسها، الذاكره بتاعت الكمبيوتر، الاس رام دي بتعمل جزء من الاس رام، موجوده من بدايه التسعينات في البروسيسورز، ودي ذاكرات صغيره خالص، او ذاكره موجوده صغيره خالص موجوده جوه الشيب، غير ذاكره الكمبيوتر الاصليه اللي موجوده على المذر بورد اللي هي بنسميها الدي رام. وبعد كده عندنا الاجهزه او الذاكره اللي هي بتحتفظ بالديتا حتى لو الكهرباء راحت، زي الاس تي تي رام، زي وبعدين عندنا السوليد ستيت اللي فيه اللي شبهها جدا الفلاشايه، لو حد عنده فلاش وفلاش ميموري يحطها. وعندنا الام رام برضه نان فولاتايل، وعندنا انتل دلوقتي بتنزل 3 دي اكس بوينت. كل دي انواع مختلفه من الذاكره ممكن تتواجد في نفس الجهاز، وده معناه ان احنا واحنا بنكتب برمجيات لهذه النوعيه من الاجهزه لازم ناخد في الاعتبار اختلاف الذاكرات. اللي بيكتب برنامج للجي بي يو، الجي بي يو فيه 5 انواع من الذاكره كلهم تحت تصرف المبرمج، فلازم هو يتصرف فيهم بنفسه. ده بيصعب جدا اساليب البرمجه، ما عادتش سهله زي زمان. طيب
حتى الانتر كونكشن لما بنوصل هذه الذاكرات وهذه البروسيسورز الشيبس ببعضها ممكن نوصلهم عن طريق باصز عادي بالواير اللي هو الكابر او الحاجات اللي زي، ممكن نوصلهم بفايبر ليزر بيمز. كل واحده من دول بقى ليها يعني الادفانتجز والديسادفانتجز بتاعتها. كل اللي احنا قلناه ده كان المستقبل القريب. لو هنبص ابعد من كده الدنيا بقى ما نعرفش بقى، يعني ممكن نقول بس اللي احنا هنقوله ده هيبقى رجم بالغيب. يعني ايه البرين انسبايرد ماشينز؟ مشكله في كلمه برين انسبايرد انها بتبقى لذيذه كده وبتدي الناس ايحاء ان احنا هنعمل حاجه ما حصلتش. الفكره انه حتى الان ما بنعرفش المخ شغال ازاي. احنا كلمه نيورال نتورك دي دي ابسط حاجه بيعملها المخ، في حاجات تانية اكثر تعقيدا بكثير لسه مش عارفين المخ عاملها ازاي. فاحنا بنبص على المخ نحاول نتعلم وفي الاخر بنحاول نبني مكنه. بس زي ما بصينا على العصافير، يعني لما نبص على العصافير لما بنينا الطياره، الطياره مش شبه العصفوره يعني. فبرضو الماشينز مش هتبقى زي البرين. وبعدين انا كان ليا ارتكل سنه 2016 بناقش النقطه دي من نقطه فلسفيه مش نقطه تكنولوجيه، وهي هل احنا فعلا عايزين مكنه تبقى زي المخ البشري؟ احنا كمخ بشري بننسى الارقام. هل احنا عايزين اجهزه كمبيوتر بتنسى؟ احنا بنفتكر الحاجات بالوايم كده بالابروكسيميشن، نقول 3900 نقول 4000. هل احنا عايزين الكمبيوتر يعمل كده؟ It doesn't. فايه بالظبط اللي احنا عايزينه من المخ البشري يبقى موجود في الكمبيوتر؟ ده سؤال مهم قبل ما نحاول نبني جهاز كمبيوتر نقول احنا بانيينه زي المخ البشري. ده حاجه. الحاجه الثانيه الكوانتم كومبيوتنج، ودي موجوده اكسبيريمنتال في كذا شركه عندها كوانتم كمبيوتر صغيرين، منهم اي بي ام وجوجل ومايكروسوفت. والحكومه الامريكيه دي تاني حاجه الحكومه الامريكيه بتصرف فيها فلوس، او تالت حاجه بعد اجهزه الكمبيوتر فائقه السرعه وبعد ابحاث الذكاء الصناعي، الثالثه هي الكوانتم كمبيوترز. ايه مشكله او مش مشكله صح. ايه الخطر من الكوانتم كمبيوترز؟ اولا الكوانتم كمبيوتر مش جهاز كمبيوتر قائم بذاته. الكوانتم كمبيوتر ده عامل زي الجي بي يو الجرافيكس بروسيسنج، لازم يكون في جهاز كمبيوتر اساسي ونوصل بيه الكوانتم كمبيوتر. المشكلة أو الخطر من الكوانتم كمبيوتر إنه هو هيقدر يكسر جميع وسائل التشفير الموجودة بتاعت الأجهزة الكمبيوتر العادية اللي موجودة دلوقتي. فده معناها إن إحنا لازم نعين في مايكروسوفت واشنطن في سياتل مش جورج واشنطن يونيفرسيتي. في ناس تانية بتاخد الدي إن إيه وتحاول تستخدمه في الحسابات بقى مش في التخزين. إحنا أي حاجة موجودة بتقدر تعمل لنا أند وور ونوت نقدر نستخدمها في الحسابات، لان بالتلات عمليات دول نقدر نعمل جمع وطرح وضرب وقسمه. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الله اعلم طبعا، يعني كل ده يعني في علم الغيب. اذا عشان نلخص الموضوع كله، الترند هو ان احنا يبقى عندنا تشيبس جوه اجهزه الكمبيوتر فائقه السرعه. هذه التشيبس متخصصة أكتر، مش هيبقى بقى الجنرال بيربوز العادية، هيبقى عندنا أجهزة فيها نيورال نتورك، أجهزة تانية معمولة للجرافيكس، أجهزة تالتة للحسابات البيور ساينتفك وهكذا. يعني الترند إن احنا متجهين ناحية الهيتروجينيوس كومبيوتينج. ده هيحتاج إنه يبقى عندنا وسائل برمجة أكثر تعقيدا، خصوصا لما الهيتروجينيوس كومبيوتينج يوصلنا للإكزا سكيل. ده هيخلي كتابة البرمجيات أكثر صعوبة بكثير باستخدام اللغات اللي موجودة حاليا. فإحنا محتاجين يا إما تطوير اللغات الحالية بحيث تناسب هذه النوعية من المكن، يا إما لغات برمجة أخرى، ودي شيء في منتهى الصعوبة. دلوقتي ما عادش مجرد إنه البرنامج يبقى شغال صح والسرعة بس، الريلايبيليتي إن هو ما يعطلش، والسيكيورتي إن هو لا يسهل اختراقه، بقوا حاجات لازم ناخدها في الاعتبار واحنا بنكتب هذه الانواع من البرمجيات. ودلوقتي خلاص البترول القرن الواحد والعشرين بقت هي الانفورميشن، الداتا اللي من الاي او تي. الاي او تي او انترنت الاشياء بتجمعها وتحللها وتحولها لانفورميشن اللي بيتم تخزينها ثم تحليلها مره اخرى باجهزه كمبيوتر فائقه السرعه باستخدام برمجيات الذكاء الصناعي. ففي كان من حوالي سنه ونص ارتكل في مجله الايكونومست عن محاوله تسعير الانفورميشن. مشكلتها ان هي لغايه دلوقتي مش مسعره، لكن دلوقتي هي هتبقى من اغلى الاشياء اللي موجوده في هذا القرن الواحد والعشرين. وهذا هينهي هذه المحاضره. ارجو ما اكونش دوشتكم، واللي عنده اسئله حتى بعد ما نخلص الايميل بتاعي موجود هنا وصفحتي.
وأكون سعيد أن أنا أرد على أي استفسار حاليا أو بعد المحاضرة حتى. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا للدكتور محمد زهران المحترم على محاضرته القيمة لما تحمله من أفكار علمية قيمة تواكب العصر الحالي، وتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا والبحث في سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للارتقاء بنوعية الحياة في مجالات متعددة. شكرا لكم دكتور على كل معلومة قدمت، للطرح الممتاز والمشوق يعني خلال هذه الفترة الساعة أو ربع تقريبا، استمتعنا بالكم الهائل من المعلومات القيمة صراحة، وبالأسلوب الشيق لطرح هذه المعلومات. فمثل ما تفضلت حضرتك الآن، ننتقل إلى فتح باب النقاش والحوار للسيدات والسادة الحضور للاستفادة مما قدم من محاضرتنا اليوم ومن محاضرنا الدكتور زهران، أما باستخدام الشات أو رفع اليد للتحدث بشكل مباشر عن طريق المايك. فاللي حاب يتحدث هبعت لحضرتك السلايدز كمان بتاعت المحاضرة. شكرا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك. الكثير من الحضور سألوني على السلايد، فقلت لهم وعدنا الدكتور إن شاء الله مشكورا بأنه سوف ترسل لنا إن شاء الله ونعممها على الجميع. يعني أبدأ بالحديث مع أستاذي الفاضل الدكتور عبد الرضا الفايز، يتفضل مشكورا. شكرا شكرا جزيلا دكتور. شكرا جميل لك وللدكتور زهران على التكرم بهذه المحاضرة القيمة بصراحة جدا قيمة. أنا أسئلتي هي لجناب الدكتور الكريم، يعني أنا يمكن شوية ما متابع مثل ما هو حضرته، بس يعني سؤالي عندي ثلاث أسئلة باختصار. السؤال الأول يعني ما المور لو اللي يقول أنه خلال كل سنتين الكمبيوتر سبيد will be doubled، يعني when it's heading with this extra scale and etc. هل تجاوزت القانون هذا بهذه السرعة الهائلة اللي جاية تصاعد بالكمبيوتر؟ والسكند وان، أنا I see that there is a software gap because I think you know the challenge of hardware advances is going well with this, but the software gap إحنا ما قدرنا، يعني ما أعرف الدكتور إذا مثلاً يمكن لمح قليلا الى الداتا دريفن اند بارالل بروجرامينج، بس ستيل ذات وات وي ار ان ذا سوفتوير جاب ان ستي، يعني كل هالماشينز هذه اللي تستخدم هي لا زال حبيسه لفول نيومان ماشين برينسيبل اكشوالي، يعني وي تشينج ذا اركيتكتشر بس نوت ذا برينسيبل. السؤال الثالث ايضا هو على الماشين المان ماشين انتراكشن، يعني who is going to serve the other in the end، يعني are we going to use truly are we going to use the machine or the machine by the end is going to use us to develop. شكرا جزيلا سيدي الدكتور هذا المحترم. شكرا لحضرتك. شكرا لك. طيب ابتدي اجاوب على السؤال الاول. مورز لو، مورز لو يعني كمقدمة تاريخية سريعة، هو كان جوردن مور ده واحد من الاثنين اللي عملوا شركة انتل، وهو كان معاه دكتوراه في الكيمياء على فكرة، وهو قال انه ان عدد الترانزستورز بيدبل تقريبا في الاول، هو قالها كل سنة وبعدين خلاها كل سنتين وبعدين خلاها كل 18 شهر. المشكلة مش في مورز لو، اولا احنا حاليا دلوقتي في المعامل وصلوا ان الترانزستور بقى 7 نانومتر، اول ما هيوصل ل 5 نانومتر مش هيقدر ينزل عن كده، فمورز لو از هيتنج ا وول، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، حتى الخمسه مش عايزين نوصل لها لانه ما عادتش مفيده، لسبب ان اللي كان مخلي مورز لو ينجح ان في حاجه ثانيه، قانون ثاني معاه اسمه دينارد سكيلينج، باسم دينارد، ده كان بيشتغل في اي بي ام، بيقول انه الترانزستور لما حجمه بيصغر الطاقه التي يستهلكها هذا الترانزستور بتصغر معاه. هذا الدينارد سكيلينج وقف من سنه 2004، يعني بقى دلوقتي when we double the number of transistors we double the power that is consumed. ده بيخلي المشكلة كبيرة جدا في الموضوع، لأنه دلوقتي حتى لو عملنا مورز لو وعرفنا نحط transistors أكتر يبقى في طاقة هائلة بتبقى مستخدمة، ده بيخلي البروسيسور يبقى حرارته أعلى، هنضطر نخلي الباكيجينج بتاعته أغلى، والباكيج سعرها بيزيد exponentially مع درجة الحرارة، ده هيخلي البروسيسور غالي جدا. فحتى مورز لو كده ولا كده لو كملنا معاه هيخلص within one or two years،
واحنا اصلا مش عايزين نكمل معاه لانه ما عادش الموضوع هيبقى رخيص زي الاول. فمورز لو نقدر نقول دلوقتي يعني انه خلاص اتس جون اتس دان. ده بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للهاردوير اند سوفت وير جاب، طبعا حضرتك عندك حق ان في جاب كبيره. الهاردوير زمان كان السوفت وير متقدم عن الهاردوير، دلوقتي حصل العكس، لانه من سنه 2004 لما ما عرفناش ان دينارد سكيلينج وقفت ومورز لو ما عادش بينفع ان انا ازود الفريكوانسي او كده، فبقينا الترند ان احنا وي موفد من سنجل كور لمالتي كور. فده بيخلي الجماعه اللي بتوع السوفت وير بدل ما يكتب برمجه خطيه سيكوينشال بقى لازم يكتب بارلل برمجه على التوازي، ودي اصعب بكثير من العادي. فالسوفت وير كوميونتي ما كانش مستعد للبرمجه اللي على التوازي، لدرجه ان احنا عدد سنين قليله بس ابتدينا ندخل للطلبه مرحله البكالوريوس دراسه البارلل كومبيوتنج، الترجمه البرمجه على التوازي، بعد ما كانت في الدراسات العليا بس، لانه دلوقتي بقت علشان نستخدم اكس الكمبيوتر الحاليه لازم نكتب على التوازي بارلل كومبيوتنج. والناس اصلا السيكوينشال كومبيوتنج صعب، فالبارلل كومبيوتنج اكثر صعوبه بكثير. ده بالنسبه للهاردوير اند سوفت وير كوميونتي. بالنسبه للمان ماشين انتر اكشن، هو الموضوع الحقيقه هو فلسفي واجتماعي اكثر منه علمي، لانه اولا حكايه انه اجهزه الكمبيوتر مثلا هتحتلنا وكده ده مش هيحصل. هي الفكره الغلطه الاساسيه ان احنا ندي اجهزه الكمبيوتر كنترول اكثر مما تستحق. يعني مش كل حاجه لازم تبقى في ايد الكمبيوتر بس، يعني مثلا مهما تطورت اجهزه الكمبيوتر مش ممكن نخليها تدي علاج لبني ادم بدون تدخل بشري لعده اشياء. حاجه منهم مثلا لو حصل خطا مين اللي هيبقى مسؤول؟ فبالنسبه لدي، ودلوقتي اصلا اليونسكو بتعمل تقرير للذكاء الصناعي اخلاقيات الذكاء الصناعي، يعني لو ابتدينا دلوقتي يبقى في سيلف درايفنج كار، السيارات ذاتيه القياده، واحد اشتراها وركبها وبعدين العربية خبطت واحد موتته، مين المسؤول؟ أكيد مش اللي اشتراها لأنه مش هو اللي بيسوق. ففي حاجات كتير، هل هندي المكنة كنترول قد إيه؟ هو ده اللي هيحدد. إنما المكنة عمرها ما هتستعبد البني آدم لسبب بسيط، إن المكنة الاستعباد ده يستلزم الشعور بالعظمة، وده مش موجود، ما فيش مشاعر عند المكنة أساسا. فلو حصلت حاجة زي دي هتبقى معناها إنه خطأ برمجي أو خطأ في إعطاء المكنة كنترول اكتر مما تستحق. دول الثلاث حاجات. وكان في سؤال في الشات عن هل المحطات النوويه ممكن نستخدمها للاكزا سكيل، لان احنا قلنا المكن الاكزا سكيل محتاج طاقه كتيره. اولا المحطات النوويه ابتدت دول كثيره من الدول المتقدمه تلاقيها ان هي مش بنفس الكفاءه اللي هم متصورينها، وما هياش بنفس الرخص. فعشان كده اغلب دول الاتحاد الاوروبي ما عدا روسيا وامريكا بطلوا يعملوا محطات نوويه، بيدوروا دلوقتي على الطاقه النظيفه، لان الطاقه المحطات النوويه مش نظيفه. فحكايه ان احنا نستخدمها في الاكزا سكيل دي حاليا امر مش وارد، لانه اصلا بعد شويه المحطات النوويه ممكن تقل جدا، وفي نفس الوقت ما هياش طاقه نظيفه قوي يعني. طيب شكرا جزيلا دكتور على الاسئله، بس اذا تسمح لي بدقيقه احب انوه للساده الحضور بانه رابط التسجيل والحضور جاهز الان على الشات، وممكن التسجيل من خلاله بالحضور، وسوف تصل ان شاء الله الشهادات بشكل مباشر على الايميل خلال دقائق ان شاء الله. في سؤال اخر اعتقد حضرتك دكتور رينكل لاحظته على الشات موجود، انه ما علاقه الفازي لوجيك الان او الشبكات العصبيه وتطبيقاتها بموضوعنا الأساسي لمحاضرتنا اليوم والهاي بيرفورمانس كومبيوتينج؟ طيب هو عامة النيورال نتورك موجودة من خمسينات القرن الماضي. الفكرة كلها في ان النيورال نتورك الطبيعية دي نوع من السوبرفايزد ليرنينج، اللي احنا زي ما احنا قلنا انه لازم اديها داتا كتيره واقول لها بص دي المشكله وده الحل، دي المشكله وده الحل، بحيث ان لو وريت لها مشكله جديده تعرف تحلها. في مشاكل كتير بنواجهها ما فيهاش هذا الكم من السوبرفايزد ثينج. فالفكره انه الهاردوير ممكن يعمل نيورال نتورك كبيره وتبقى اسمها ديب نيورال نتورك، واللي هي نوع ده النوع اللي احنا بنسميه ماشين ليرنينج اللي جواه الديب ليرنينج، تمام. وفي بعض الداتا اللي هي ممكن تكون مش دقيقه جدا ولازم نقدر نشتغل بيها، لان احنا كمان العقل البشري ممكن يشتغل بداتا ابروكسيميت، فده هنا هتخش في موضوع الفازي.
بس كل دول انواع برمجيات موجوده من زمان، يعني حتى لو اديت لها اجهزه كمبيوتر فائقه السرعه هي وصلت لحدها الاعلى. احنا محتاجين تطور اخر في خوارزميات الذكاء الصناعي اللي هو الانسوبرفايزد ليرنينج والليرنينج والنوليدج ترانسفير. هي دي الحاجات اللي احنا هنحتاجها دلوقتي، ودي هتحتاج طاقه اكتر او يعني طاقه حسابيه اكتر قوه من المكن اللي موجود دلوقتي. شكرا لكم دكتور. الان يتفضل الاستاذ صبار صالح في سؤال على المايك مباشره. شكرا جزيلا دكتور محمد، شكرا جزيلا، محاضره قيمه جدا وجزاكم الله خير. انا جيولوجيست ولكن اشتغل كثير في المودلينج، في الماثماتيكال مودلينج بتمثيل الخزانات النفطيه وخزانات المياه الجوفيه وفي المايننج. سؤالي يعني احنا قلنا المخ البشري ينسى واحنا مش عاوزين الكمبيوتر ينسى، والمخ البشري ممكن يخمن، احنا عايزين الاكزاكت مش التخمين. سؤالي هل ممكن ان نوصل الى مرحلة التفكير انه يفكر ويتخذ قرار بعد التفكير؟ هي يعني سؤال قد يبدو وفلسفي شوية، لانه هنا هي تعتمد على ممكن طبعا هو يعني حاليا احنا ممكن العربيه في يعني في اوريدي تجارب ناجحه للسيارات ذاتيه القياده، ودي فيها تفكير انه مثلا لو واحد معدي وفي عربيه جايه من اليمين لازم يفكر ويتخذ قرار بسرعه. فحكايه انه التفكير ويتخذ القرار دي موجوده، بس الفكره ما الذي سنسمح للكمبيوتر بالتفكير فيه واتخاذ قرار من نفسه بدون الرجوع الى عنصر بشري؟ ده مهم، لان احنا لو ادينا الكنترول للكمبيوتر بدون ما يبقى فيه خط رجعه للبني ادمين دي ممكن تعمل مشاكل، مش ان هو هيحتلنا او حاجه، بس هيعمل مشكله في انه ما يكونش مجهز للحكايه دي. فالفكره كلها انه اجهزه الكمبيوتر لما نوصل للانسوبرفايزد ليرنينج والنوليدج ترانسفير وقتها ممكن نقدر نستخدمه في حاجات كتير مع وجود عنصر بشري لازم يبقى موجود علشان يبص على الموضوع النهائي، لان لازم يبقى في حد نرجع له لو حصلت مشكله. ما ينفعش نقول احنا هندخل جهاز الكمبيوتر السجن، لازم يبقى في اخلاقيات للذكاء الصناعي. هو بالضبط انا كنت اقصد الان سوبرفايزد، يعني هو اقصد انه ممكن نوصل لهال يعني هو الان سوبرفايزد يعني بس لغايه دلوقتي وصلوا له في التاسكس السبيشاليزد، انما نعمل له جنرال انسوبرفايز لسه ما وصلناش، بس هنوصل له. يعني الحكايه دي غالبا هتحصل في السنتين ثلاثه الجايين. المشكله الاصعب مش ان هو يتخذ قرار وينفذه، المشكله الاصعب هو بعد ما يتخذ قرار يشرح هو ازاي وصل لهذا القرار. يعني انا لو شاف علامات المرض عند مريض مثلا وقال له انت تاخد الدواء الفلاني وهتخف، ده اللي بيحصل دلوقتي، لكن ما بيقولوش ليه انا قلت ان انت عند لازم تاخد الدواء ده وانت عندك ايه. يعني في حكايه انه يشرح دي is extremely difficult problem، ولسه لغايه دلوقتي ما حلوها. النيورال نتورك في الاخر من جوه ما هي الا ارقام، فالارقام دي ما بتقولش حاجه، فازاي نخلي الكمبيوتر يشرح دي؟ لان في عنصر بشري هو اللي هيتدخل، فلازم العنصر البشري ده يبقى فاهم اصلا هيتدخل ايه يعمل ايه لو هو مش فاهم الكمبيوتر ده. فحتى الانسوبرفايزد ليرنينج لما يبقى موجود، وده هيبقى موجود قريب ان شاء الله، لازم يقدر يشرح، هو لسه الشرح ده مش موجود. شكرا جزيلا دكتور محمد. شكرا. في سؤال في الشات هنا عن اهم اللغات التي تستخدم في تصميم البرامج في الحاسبات العملاقه. هو واحده من اهم اللغات الام بي اي، لان اجهزه الكمبيوتر العملاقه ما عندهاش ذاكره واحده، عندها كذا ذاكره، فلازم يتكلموا مع بعض. فام بي اي يعني مسج باسنج انترفيس، و اوبن ام بي علشان المالتي كور، وكودا علشان الجي بي يوز، وعاده بيبقى برنامج واحد فيه ميكس من الثلاث لغات دول. هل في اسئله اخرى؟ انا مش شايف. السلام عليكم دكتور، اذا تسمع لي. تفضل دكتور سلام. شكرا جزيلا. السلام عليكم استاذ احتياء فاضل. قبل كل شيء اوجه الشكر والتقدير للبروفيسور زهران واستاذنا الكبير البروفيسور حامد الاسدي، والى كل الطاعمين في كليه العراق الجامعه لعمل ورشات يعني
ورشات عمل راقية جدا. أنا تابعها صار 15 ورشة. أنا دكتور سلام تدريسي في كلية الهندسة، قبل سنتين رجعت من المملكة المتحدة كملت الدكتوراه. أنا اختصاص رياضيات، بس حبيت يعني أشارككم بتجربتي مثل ما سبقني الدكتور زهران بالMPI والOpen MP. أنا وجدت يعني استخدمتها صراحة، يعني خاف مثلا بعض طلابنا وأساتذتنا يتصور أنه بس مثلا على التطبيقات الطبية أو مثل شرح الأستاذ الوافي، أنه أنا استخدمتها بإيجاد كان عندي بعض النتائج اللي هي هيوج ديتا وشلون أوجدها، كانت تتطلب مني عشرات السنين إلى أن وجدت أنه شلون أستخدم الهاي بيرفورمنس كومبيوتينج الـ HPC. ومثل ما تفضل بروفيسور زهران قال انه الاوبن ام بي اللي هي المالتي كور اللي هي اسهل شيء لانه استخدم نفس الكمبيوتر. يعني عندي على سبيل المثال استخدمت الحاسبه في ايجاد بعض النتائج البسيطه، من استخدمت وان ثريد انه البروسيسور واحد كانت حصلت النتيجه ب 6404 سكند، لكن من استخدمت ال 32 ثريدز فكانت النتيجه سويت لها ريديوس من 6400 وسمثينج الى 83 ثانيه. يعني كم شهر خليت يعني استفاديت انه خلصت هذا. طبعا كذلك بالنسبه هذا البارلل كومبيوتينج بقى، ما هي بالضبط استخدمت الفورتران البارلل كومبيوتينج وكانت يعني ممتازه جدا، بحيث استخدمت انه الحاسبه مالت الكلاستر مال جامعه سكس مدينه برايتون البريطانيه، فسمحوا لي انه استخدم حدي كان 32 ثريد وكان يوصوني انه شلون اخلي لينك بين جامعتي وجامعات الامريكيه اللي يعطون يعني يمكن الاف الثريدز، بس تدري حضرتك البيرميشن ولازم يكون يعني اكو بدفع مبالغ هائله. سؤالي لحضرتك دكتور، بما انه انت واصلت متواصل مع الجامعات الامريكيه وانا رجعت للعراق، ما اعرف مدى التطور، هل وجدوا أمور ثانية بالكلاستر؟ كم ثريدز وصلت الجامعات الأمريكية بالكلاستر مالتها؟ وش قد مسموح؟ شلون يعني شلون مثلا إذا تسمح لي جامعة العراق أو كلية العراق أنه شلون تسوي يعني اتفاق بين جامعتها وجامعة الأمريكية أنه شلون يكون تعاون علمي بين طلابها؟ شلون يسمحوننا؟ كذلك بالنسبة لجامعتي بكلية جامعة البصرة كلية الهندسة، شلون نقدر نخلي يصير لينك بين هاي الجامعتين؟ لأن تدري حضرتك أنه يكون الأكاديميك إنستيتيوتس أكو يصير لها يعني ديسكاونت، مو مثل الإنسان العادي اللي يريد يستخدم هذه الأمور. وجدوا غير الأوبن أم بي والأم بي آي والجي بي يو لو أكو يعني تطور؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا جزيلا دكتور سلام. اولا بالنسبه للكلاسترز، هو السوبر كمبيوترز دلوقتي بقت كل بروسيسور، يعني البروسيسور الواحد اي ام دي رايزن مثلا بقى فيه 64 كور، كل كور ممكن يبقى فيه 2 ثريدز فيبقى 128 ثريدز في الشيب الواحده، فممكن الكلاستر يبقى فيه مئات من الشيبس. الحاجه الاخرى انه مش بس بقى فيها بروسيسورز عاديه، بقى فيها جي بي يوز اللي ممكن نبرمجها بالكود، او الفورتران ممكن يبعت للجي بي يوز. الجي بي يوز اسرع في اسرع من المالتي كور العاديه بمراحل في بعض الانواع المشكلات الحسابيه. وابتدى دلوقتي يبقى فيه الهيتروجينيتي زي ما احنا قلنا، بقى فيه دلوقتي كلاسترز بقى فيها جي بي يوز ومالتي كور واف بي جي ايز. الجامعات ابتدت دلوقتي مثلها مثل الشركات الكبرى ان ما تجيبش اجهزه كمبيوتر فاخد السرعه عنها، بقوا بيأجروا ريموتلي. يعني امازون دلوقتي اي دبليو اس بقت اغلب الجامعات بره بتجيب من عندها، فميزه الحكايه زي دي ان الجامعه بتوفر انها ما بتقعدش تعمل ابديت للسوفت وير والصيانه بتاعه السوفت وير كده، بتدفع اشتراك شهري مثلا او سنوي وامازون بتديها اكسس للاجهزه، وامازون هي اللي بتاخد الـ يعني على عاتقها حكايه اللي هو تسهيل البرمجه والكلام ده كله. بالنسبه للتعاون ما بين الجامعات العربيه والجامعات الامريكيه، في بعض التعاون اولا ما بين الباحثين وانفسهم، دي حاجه يعني بره وجوه. بالنسبه للجامعات نفسها لغايه دلوقتي انا ما شفتش تعاون رسمي، يبقى كله تعاون يعني غير رسمي نبعت للناس. عشان يبقى في تعاون رسمي متهيألي دي محتاجه بقى رؤساء الاقسام يقعدوا مع بعض وهم اللي يقرروا، ما بيجيش من الاساتذه
نفسهم يعني. وحاجه صغيره بالنسبه لحكايه ان بقت الجامعات بتاجر سوبر كمبيوترز كبيره من امازون، ان مثلا مع وجود حكايه الكورونا ناس كتير بقت تستخدم زوم. اللي الناس مش عارفه ان زوم نفسها اجهزه الكمبيوتر بتاعتها اللي بتستخدمها في خدمتها هي مأجراها من امازون، مأجراها يعني مش جايبها عندها، معناها انها بتخش ريموتلي على اجهزه امازون وتشتغل من هناك. دكتور شكرا جزيلا دكتور للايضاحات والاجابه على الاسئله. اذا تسمح لي دكتور زهران، انه وردنا سؤال معين: Could cloud computing replace HPC technology؟ طيب هنا محتاجين نفرق ما بين حاجتين: داتا سنترز سوبر كمبيوترز. الاثنين اجهزه كمبيوتر فرقه بالصوره، بس السوبر كمبيوترز معمول على انه يعمل عمليات حسابيه كثيره في وقت قليل، معناه انه عايز يطلع نتيجه تجربه معينه. الداتا سنتر معمول بحيث انه يقدر يرد على المستخدمين في اسرع وقت ممكن. فاجهزه الكمبيوتر اللي في الكلاود اللي بتشغل مواقع زي فيسبوك وتويتر وانستغرام وكده، دي داتا سنترز، لانها بتبقى البرفورمانس بتاعها قائم على ان هي ردت على كام واحد من بره. انما اجهزه الكمبيوتر اللي هي زي امازون اللي بتديها نعمل عليها محاكاه او سيميليشنز او حاجات زي دي سوبر كمبيوترز. فحسب الكلاود، انا رايح كلاود علشان عايز اعمل داتا سنتر ولا كلاود عشان عايز اعمل سوبر كمبيوترز، الاثنين هاي بيرفورمانس كمبيوترز، بس الفكره ان اهدافهم مختلفه. شكرا شكرا جزيلا للايضاحات دكتور. اذا تسمح لنا دكتور زهران بسؤال اخر: What is the difference between HPC and HPMC multiple heterogeneous computing sources؟ هم اصلا HPC دي لفظة عامة، High Performance Computing يدخل تحتها كل دول، يدخل تحتها بقى HPMC computers data centers وهكذا، زي كلمة artificial intelligence كلمة عامة يدخل تحتها machine learning و deep learning و predictive analytics وكده. تمام دكتور. إذا تسمعنا بسؤال أخير دكتور، إنه is Hadoop a high performance computing؟ Yes it is. لأن هادوب في الآخر هو شغال على كلاستر كبير فيه lot of multi cores و FPGAs، يعني فهو نوع من الهاي بيرفورمانس كومبيوتنج. يس. ولو لتطرق لنقطة نهائية أخيرة حول موضوع السكيورتي، ما هي العلاقة بين السكيورتي وموضوع الهاي بيرفورمانس كومبيوتنج؟ الموضوع إنه الهاي بيرفورمانس كمبيوتينج ممكن يستخدم في اختراق اجهزه الكمبيوتر الاخرى. ما هو الاختراق بيحصل في ان احنا مثلا ليتس سي في كلمه سر، فاحنا عايزين نوصل لكلمه السر دي، فبنقعد ندور في كلمات سر كتيره عشان نكسر هذا التشفير. كل ما يكون الجهاز فائق السرعه يقدر يوصل اسرع، فالهاي بيرفورمانس كمبيوتينج يسهل استخدامه في اختراق اجهزه الكمبيوتر الاقل سرعه. الكوانتم كمبيوترز هيبقى اسرع اصلا من السوبر كمبيوتر في الحكايه اللي زي دي لو وصلوا. تمام دكتور. في ختام شكرا جزيلا الى حضره الدكتور محمد زهران المحترم على كل الاجابات والايضاحات والمعلومات القيمه والراقيه والافكار والطروحات. في الختام اود ان اتوجه بالتقدير الخالص الى حضره الدكتور محمد زهران المحترم، والذي لم يبخل بجهوده المتميزه، وأتمنى له كل التوفيق والسداد في مشواره العلمي. ولا يسعنا أن نتقدم بشهادة تقديرية مقدمة من كليتنا كلية العراق الجامعة، تقديرا واحتراما لتلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة لدكتورنا المحترم. فشيء بسيط نعبر عن امتناننا وتقديرنا لحضرتك فقط. ونحن مع تطور الأنظمة لم يعد الأمر مجرد حوسبة سريعة المعالجة فحسب، بل باتت السحابة والبيانات الضخمة تلعب دورا كبيرا أيضا، مما أدى إلى ظهور تحديات جديدة. التحدي الأول هو التنوع، فالحوسبة عالية الأداء التي نتحدث عنها من خلال ورشتنا اليوم والبيانات الضخمة والسحابة تتطلب منصات متخصصة تتطلب بدورها مهارات خاصة. الحضور الأفاضل، أشكر لكم تفضلكم بالمشاركة معنا اليوم وتواجدكم في رحاب قسم هندسة الاتصالات كلية العراق الجامعة، وأكرر شكري وتقديري إلى عمادة الكلية المتمثلة بالسيد عميد الكلية
الأستاذ الدكتور عبد الهادي الحسني المحترم. كما أود أن أشكر الهيئة الناظمة التي أسهمت في إقامة هذه الورشة وإنجاحها، متمثلة بوحدة الآي تي ووحدة الإعلام في كليتنا، المتمثلة بالإخوان الأعزاء الأستاذ خالد محمد والأخ العزيز الأستاذ ضياء، وإلى مهندسنا المبدع أحمد عبد الماجد. وأخيرا وليس آخرا، أشكر النخبة المشاركة في الورشة على تلبية الدعوة، متمنيا للجميع الفائدة والورشة كل النجاح والتوفيق، وشكر خاص إلى محاضرنا الأستاذ الدكتور محمد زهران المحترم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم دكتورنا العزيز. شكرا لكم. شكرا. مع السلامة. تحية طيبة.